بالنسبة اليوم احنا كنا ماشي في المستوى سهلوا الناس يسهلوا يفوزوا لأنه كانوا أحسن منا. احنا اليوم ما قدرناش نلعبوا اللعب ديالنا اللي مسانسين كنلعبوه. احنا اليوم ما تاخرنا بزاف باش نبنيو غير هجمه واحده، فكان اللعب جو ديريكت. يمكن الارياح ما خلتش اللاعبين حتى هما ياخذوا يعني المبادره باش يلعبوا، فكان الشوط الاول الريح ضدنا، كانوا مبريسين علينا، اللعابه كانوا ما تيقنش في روسهم باش يخرجوا كره. كنا احنا بالنسبه لنا عازمين باش ننتصروا، اليوم ما كناش في المستوى. اللي كان في المستوى فاز. كنتمنى ان شاء الله رب العالمين نعوضوا في المقابله اللي ما جاي ان شاء الله.